بسم الله الرحمن الرحيم. شباب سنة أولى، ده الفيديو رقم 7 اللي هو هيتكلم فيه على الأرثروبودا اللي هي المفصليات أو الحشرات الطبية. الأرثروبودا أو علم المفصليات أو ميديكال انتومولوجي، علم الحشرات، هو العلم اللي بيدرس deals with arthropoda اللي infect human، أي حشرة تأثر على صحتي بطريقة ما هتبقى دي تبعي، عشان كده بنقول medical entomology. طب الحشرات إما بنفسها تعمل لي مرض causing disease، يعني الحشرة، في حشرة اسمها حشرة الجرب دي بتخش في جلدي وتخليني أهرش، الحشرة نفسية. في house dust mite، السوس، السوس العادي جدا لو شميته، ما دي حشرات ممكن تعمل لي أزمة ربوية، يبقى أمراض بسبب الحشرة نفسها أو أمراض تنقل من شخص إلى آخر. يعني ممكن الحشرة تنقل بارازايت أو بكتيريا أو فيروس from patient to another person. يبقى الأرثروبودا إما هي نفسها بتعمل ديزيز أو إنها transmitting ديزيز. طب ايه الصفات العامة للحشرات؟ اولا هي حشرات كائنات ليس بها عمود فقري، انفيرتبريت، والحجم بيختلف من ملي الى حوالي 3-4 سنتي، كما بتختلف في الشكل. بايلاترال سيمتريكال، الجنبين شبه بعض، كما انها مقسمة عادة الى هيد والثوراكس وابدومين، وكمان فيها رجلين، يبقى جنبين شكل بعض bilateral symmetrical، مقسمة إلى هيد وثوركس وأبدومين، أيوة، وإن فيها legs، مغطى بمادة كيتينية كيتينيوس exoskeleton. طب وجواها فيها سائل لمفاوي أو دموي لمفاوي بسميه هيموسيل. طب الجهاز الهضمي مكون من 4 gut، الأمعاء الأولانية ثم الوسطية ثم الخلفية. الريسبيراتوري عبارة عن أنبوبة زي شعبة هوائية بتفتح من خلال فتحات تنفسية بنسميها ريسبيراتوري سبيركس. الصفات دي مهمة، لا دي قراءة بس. أنواع اللايف سايكل، ودي مهمة على فكرة قوي، في بعض الحشرات بتبيض بيضة إج، الإج تطلع يرقة لارفا، اليرقة تتحول إلى شرنقة بيوبا، ثم البيوبا الشرنقة تطلع أدلت. لو بصيت في أشكالهم تلاقيهم مختلفين تماما عن بعض، فدي بنسميها كومبليت ميتامورفوز، تغيير كامل في الديفلوبمنتال ستيج في اللايف سايكل، اللي بنسميها هولو ميتابولس ارثروبود. عالنقيض في انكمبليت ميتامورفوزيس او هيمي ميتابولس ارثروبودا، حشرة بيض بيضة، البيضة تطلع يرقة لارفا، تطلع لارفا تكبر تدي نيمف، نيمف يعني عذراء، يعني شبه الدودة، شبه الحشرة الأزرق بالظبط، ولكن من غير جينيكال اورجانس، معرفش اقول دي ميل ولا فيميل. فهنا الاماتيور ستيج بيشبهوا بعض، ده بنسمي القصة دي ايه يا ولاد؟ بنسميها انكمبليت لايف ميتامورفوسيس، مهمة اوي اوي اوي، والنانيف يعني عصرة. طيب يا ترى الحشرات دي ايه انا بدرسها ليه؟ بتعمل لي ايه؟ احنا قلنا الحشرات اما انها نفسيها بتعمل مرض نفسيها، أو إنها بتنقل بارازايتس أو بكتيريا بنسميها فيكتور، إما ناقلة للأمراض أو الطفيلية من شخص عيان إلى شخص مريض، يا إما هي نفسها بتعمل لي مشكلة. الحشرة النفسية ممكن تعمل لي إزعاج، annoyance، طبعا طبعا. الناموس لما يقعد يمص دمي ويخليني ما نمش، يأذيني ويخليني تحت ضغط من العضة بتحت المؤلمة،
الحشرة نفسها، الناموس، البق، البراغيث، كل دول الحشرات بتيجي تقرصني وبتخليني ما انامش. طيب، او الحشرات اللي هي شبه العقرب او العنكبوت او التيك، العقرب سكوربيون، سبايدر عنكبوت، تيك، بتفرز فيا مواد سامة. في عنكبوت بنسميه بلاك ويدو، الأرملة السوداء، ده نوع من أنواع العنكبوت، بيحقني دم وبيعمل لي توكس، بيحقن لي توكسينز مواد سامة وبيعمل لي نيكروزيس في الكتف. سكوربون عارفينه، هيحقن فيا سم، سم تيك نفس الوضع. يبقى يا إما الحشرة بنفسها تعمل لي إزعاج من القرص، يا إما تحقن لي مواد سامة. تالت حاجة الحشرة بتعملها حساسية، حساسية مفرطة نتيجة البروتين اللي أنا بستنشقه من بروتين الحشرة. كلنا نعرف العتة اللي في السجاجيد، كلنا نعرف السوس اللي في بعض البقوليات، دي حشرات لما تموت وأنا أستنشق الأنتيجين بتاعها تبقى انت قاعد وعندك عامل موكيت، الموكيت فيه عتة، طبعا الموكيت ده ما بيتشالش، او انا بشم العتة تقوم تعمل لي حساسية في مناخيري، الاقي كل ما اخش المكان ده بعطس وعمال انزل مخاط، او التهاب في الملتحمة اللي هي كونجكتيفايتس او ديرماتيتس، خميشة بالجلد. يبقى تالت حاجة حساسية مفرطة. رابع حاجة ديرماتوزيس الديرماتايتس، ايه الفرق بينهم؟ ديرماتوزيس يعني توغل الحشرة في جلد الانسان، انفيزيف اند ديزيز او ذا سكين بالانسكس، انفيزيف توغل الحشرة بتتوغل في جلدي زي جرب، حشرة بتخش جوايا طبقات جلدي زي ما احنا شايفين في الصورة تخليني اهرس. في نوع من انواع البراغيث لما يخش جواه يعمل مرض اسمه تانجيزز، مرض المتشردين، الأمل لما يبقى كتير قوي على راسي الاقي شعري يلزق كده ويبقى فيه فانجس انفكشن، او اكني، حشرات اللي هي زي العت الصغيره تخش في الهير فوليكلز وتعمل لي حاجه عامله زي حب الشباب، ادي ديرماتوزيز. اما الديرماتايتس فهو التهاب في الجلد. امال ايه الديرماتايتس؟ التهاب في الجلد من القرصة بتاعت الناموس. طيب بعد كده التجويد، أو زي أو جرب أو ديموديكوزيس، كل دي إصابات الجلد. التجويد بالذات إصابة جلد الإنسان بيرقة الدبان اللي بتشبه الدود، جلد الإنسان الحي. يبقى دول الخمس حاجات اللي الحشرة بتعملهم من إيه؟ ازعاج annoyance، بتعمل allergic reaction، بتعمل dermatitis و dermatosis، بتعمل mayizes، بتعمل poisoning. خمس حاجات الحشرة نفسها affect على ال human health من غير ما يكون بتنقل المرض. طيب اما في حشرات بقى هتنقل المرض كمان بالاضافه الى اللي فات، ممكن تعمل تنقل المرض. طب بتنقل المرض ازاي؟ اللي بنسميها ميثودز اوف كونفيينج ديزيز. ازاي؟ نمره واحد بالحال، معظم الناموس بيجي يحقن فيا الملاريا، بيروح مدخل بوزه جلدي ويحقن فيا الطول المعدي للملاريا زي الناموس بتحقن. طيب ده الناموس، تصور ان في بعض البارازايتس بتنقل عن طريق ان انا ببلع الحشره خطأ، الحشره نفسها البرغوت يجي على اكلي وانا ما اخدش بالي، بكون متربي في بيئه مش نظيفه خالص خالص، او المخزن اللي انا حاطط فيه الاكل فيه فيران والفرن عليها براغيث فتيجي تقع في أكلي، أو أبلع الحشرة كاملة بما فيها من طور المعدي للدودة اللي اسمها دايبليديم كناينا. يبقى يا إما بق الحشرة يا إما تعمل لي حقن، لا،
أو إن أنا أبلع الحشرة كاملة. ممكن من براز الحشر، الجزء الخلفي بقى من الحشر، في حشرة اسمها ترياتوما بتنقل لي مرض اسمه بارازايت اسمه تريبانسوما كروزي عن طريق براز الحشرة. تيجي الحشرة تمص دمي وتحط الاسطول بتاعها على جلدي، وأتالي الاسطول في الانفكتيف ستيج بتاع المرض اللي اسمه تريبانسوما كروزي. يبقى اتنين قدام بق الحشرة وبقي، واحدة ورا. كمان ممكن استنشاق البراز بتاع الحشرة، زي ان انا بس بستنشق البراز بتاع الامل في المرض بتاع الابيديميك تايفوس. يبقى كده كام حاجة؟ طريقة أربعة: حقن، بلع الحشرة كاملة، البراز بتاع الحشرة بيجي على الجرح أو مكان العضة، inhalation استنشاق براز الحشرة. أو إن أنا ساعات لما بفعص الحشرة نفسيها بتطلع الكونتنت بتاعها برضو بواسطة الأملة اللي بتنقل لي epidemic typhus. طرق نقل المرض مهم 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 مهمة. قلنا الحقن زي الملاريا لما تنقل بالفيميل انوفيلس، قلنا البلع زي ما حبل على البارود بتفاعل الكلب او الفار اللي في الدوده اللي اسمها بايبليديوم كانيلم، قلنا براز الحشره، براز الامل لما او التريبانسوما كروزي لما تنقل عن طريق الحشره اسمها ترياتوما ميجيستا، او استنشاق البراز كما في الامل والابيديميك تايفس، او ان انا بفعص الحشره كامله تيجي تقرصني اروح فعصها مطلع الحاجات اللي جواها. خمس طرق لانتقال لدخول الاورجانيزم جواي، مهمه مهمه مهمه. طرق نقل الامراض ازاي؟ دوكت كيفيه دخول الاورجانيزم بجسمي، انما دي ازاي بتنقل ميثودز اوف ترانسميشن. في عندي يا اما نقل ميكانيكي، ميكانيكال ترانسميشن، يعني الاورجانيزم المنقول ما بيتغيرش داخل الحشره، زي ما بياخد بيضه اسكرس يحطها هي هي، بياخد ميكروب واحد يحطه هو هو من غير ما يحدث فيه اي تغيير، ده ما سميه نقل ميكانيكي. النقل الميكانيكي ده يا اما دايركت ميكانيكال ترانسميشن بالحقن مع مقابله المرضى او المنقول بينهم. هنا الحشره بتاخد الاورجانيزم from host from them host ليه تنقله في شخص مش مريض بدون ان يحدث تغيير خالص في البارازايت او البكتيريا المنقوله. زي المثال يهمني حشرة ستوموكسيس دي اخت الدبانه بس بتمص دم، لما تنقل المرض اللي اسمه انيمال تريبانسو حشره بتاخد 1 باراسايت تحطه 1، خدت 10 تحطهم 10 بدون ما يحدث اي تغيير مع مقابله المرضى، عشان كده بنسميها دايركت ميكانيكال ترانسميشن. طيب في نوع تاني يا ولاد من الميكانيكال بس ان دايركت، يعني الحشره ما بتقابلش المريض. ازاي؟ حشره الدبانه ده بيحدث في الدبان بالذات، الدبان اللي هي الماسكه بتقف على براز شخص تاخد الحاجه اللي فيه، خدت مثلا اسكرس ايج وراحت طايره وراحت حاطه الاسكرس ايج على اكل انسان، يعني لا قابلت العيان ده ولا قابلت العيان ده، انما هي وصلتها بطريقه غير مباشره، عشان كده هنسميها indirect mechanical transmission من براز شخص الى اكل شخص اخر، ده indirect mechanical transmission. يبقى النقل الميكانيكي اما مباشر من عيان الى عيان بدون تغيير للاورجانيزم، او غير مباشر اللي هو بتاخد من البراز وتحط على اكل بدون ما تقابل مرضى. يبقى ادي الميكانيكال، يا دايركت يا اما اندايركت، يا اما تقابل المرضى يا اما ما تقابلهمش. طيب بيولوجيكال ترانسميشن، هنا بيحدث تغيير جزء من دوره حياه البارازايت او البكتيريا داخل الحشره، وهذا التغيير قد يحدث تغيير في الشكل، يعني جوه الحشره
الأورجانيزم ممكن ياخد شكل تاني أو يزيد في العدد أو الاتنين مع بعض. يبقى البيولوجيكال ترانسميشن ان كوزيف ايجنت المنقول بيحدث فيه تشينج ان نمبر مورفولوجي اور بوث. ده بسميه بيولوجيكال ترانسميشن. وانا عندي يا اولاد اربع انواع من البيولوجيكال ترانسميشن. اول نوع من البيولوجيكال ترانسميشن بسميه بروباجيتيف ترانسميشن. اللي بيحدث الحشرة بتاخد اورجانيزم بيزيد في العدد جوه الحشرة. شوف البرغوث خد البليج طاعون من فار في ون بكتيريا، حولته يعني كتر جوه الحشرة وبقى أربعة أو خمسة. يبقى ده تغيير في العدد بسميه إيه؟ propagative multiplication of the pathogens without a change في المورفولوجي. ما يحصلش تغيير أبدا في الشكل ولكن يحصل تغيير في العدد. ده أول بيولوجيكال ترانسميشن. تاني بيولوجيكال ترانسميشن اللي بنسميه سايكلو ديفلوبمنتال ترانسميشن. اللي بيحدث تغيير في الشكل فقط. شوف الحشرة على إيدك اليمين خدت من الإنسان الأولاني شكل بارازايت في شكل دايرة، راحت حقنته في شكل بارازايت في مثلث، غيرت في الشكل. التغيير في الشكل فقط، change in morphology، من غير ما يحصل زيادة عددية. وده بيحدث في الدودة اللي اسمها باتشراليا بنكروفتي لما تتنقل عن طريق بعوضة الكيوليكس. المثال يا ريت أعرف. هذا التغيير في الشكل فقط، نمو. يبقى ده تاني نوع من البيولوجيكال ترانسميشن. تالت نوع بيحدث تغيير في الشكل أو العدد، الاتنين مع بعض، بسميه ده سايكلو بروباجيتيف. زي ما احنا شايفين الحشرة بتاخد مني شكل الدايرة، بتحقنها في شخص آخر أربع مثلثات، حدث تغيير في الشكل والعدد. ده بسميه إيه؟ سايكلو بروباجيتيف. بيحدث multiplication and developmental change in pathogens. بيحدث تغيير في الشكل والعدد. يبقى حدث تغيير في العدد بس اسميه بروباجيتيف، حدث تغيير الاورجانيزم في الشكل اسميه سايكلو ديفلوبمنتال، ان حدث تغيير في الشكل والعدد بس اسميه سايكلو بروباجيتيف. اخر نوع ترانس اوفيريان ترانسميشن، بالوراثه. وراثه ازاي يعني؟ الحشره خدت من الكلب، حشره اسمها هارد تيك أو تيك، خدت من الكلب بكتيريا. طب الحشرة دي باضت، تاني البكتيريا هتنزل في البيضة بتاعت الحشرة، ولما البيضة تفقس تطلع جيل تاني للحشرة ولكن فيه مرض. المفروض أي حشرة عشان تنقل المرض من شخص إلى آخر بتاخد من مريض إلى سليم. إنما هنا في وراثة، organism transmitted from infected mother vectors، من الحشرة الأم إلى الأجيال اللي هتطلعها إلى عيالها من خلال الأوفري. عشان كده بنسميه trans ovarian. زي البكتيريا اللي اسمها ريكيتسيا ريكيتسياي في الحشرة التكس اللي هي القراط. يبقى دي رابع نوع من أنواع البيولوجيكال ترانسميشن. هما كام كده؟ أربعة، زيادة عددية بروباجيتيف، زيادة تغيير في الشكل سايكلو ديفلوبمنتال، تغيير في الشكل والعدد سايكلو بروباجيتيف، نقل عن طريق الأوفري بتاع الحشرة للنكست جينيريشن، وده بنسميه ترانس أوفيريان ترانسميشن. دول البيولوجيكال ترانسميشن الأربعة، ودول يهموني قوي. كذلك عندي نوعين من الميكانيكال اللي هو دايركت، بتقابل المريض من مريض إلى شخص سليم بدون ما يحدث تغيير الأورجانيزم، أو بتقابل ما بتقابلش المريض، بتقف على مرض إنسان تحط على أكل بتاع شخص آخر. ده بسميه indirect mechanical transmission في غاية الأهمية. وهي دي أولاد الحشرات. بنقسم يا أولاد الحشرات إلى ثلاث طبقات.
الطبقة الأولى كلاس إنسكتا اللي هي الحشرات العادية، الثانية كلاس الذبابيات يعني، كلاس أراكنيدا اللي هي العنكبوتيات عيلة العنكبوت فما فوق، كلاس كريستيشن اللي هي عيلة القشريات زي الجمبري وزي الكابوريا. البودي بتاع كلاس إنسكتا مكون من هيد ثوركس أبدومين، مقسم إلى 3 أجزاء: رأس، صدر، بطن. الأراكنيدا الجسم مكون من جزئين، يمكن ما أقدرش أميز بينهم قوي، كفالو ثوركس يعني الرأس والصدر حاجة والأبدومين حاجة تانية. نفس الوضع بالنسبة للكراس كريستيشيان اللي هي القشريات، كفالو ثوركس اند أبدومين. طيب نيجي بقى على البق. البق بتاع كلاس انسكت فيه قرون استشعار انتنا وان بير، قرون استشعار 2. الاراكنيدا اللي هي العنكبوتيات ما فيهاش هذه الانتنا، واحنا قلنا انتنا يعني قرون استشعار. اما كلاس كريستيشيان اللي هي من ضمنهم الجمبري، تمام، الجمبري انا باكله ما بيعدينيش ولا حاجه، لما من عيله القشريات فيها تو بيرز اوف انتنا، فيها زوجين من قرون الاستشعار. يعني أنا كده اتكلمت على الأنتنة. طب الأجنحة، كلاس إنسكتا فيها جناح يعني زوج من الأجنحة، أو فيها زوجين، وفي بعضها ما فيهوش برضه. كلاس أراكنيدا ما فيهاش أجنحة خالص، كلاس كراسيشن القشريات لا ما فيهاش أجنحة. طب الرجلين، الإنسكتا 6 رجلين، الأراكنيدا 8 رجلين، الكلاس الكريستيشن فيها أكتر من 8 رجلين. طب اللايف سايكل كومبليت وإنكومبليت في الإنسكتا، في الأراكنيدا إنكومبليت، معناه إن إيه؟ قلنا كومبليت يعني كومبليت change in morphology، incomplete لا ال developmental stages look like each other. الأراكنيدا incomplete، الكريستيشيا incomplete. طيب ايه الأمثلة بتاعت الكلاس انسكتا؟ كلاس انسكتا فيها 6 أوردر: الناموس، موسكيتو تحت عائلة المجنحات دايبترا، في هاموس كلنا عارفين يا ولادي لما تروح الجنينة وفي لمبة مولعة تلاقي في حشرات طايرة كده جنب اللمبة، أهو ده من نوع أنواع الهاموس. يبقى الناموس والهاموس والاتنين دول ليهم أجنحة بنسميها أليد موسكيتو. ثم الدبان برضه ليه أجنحة. يبقى الكلاس انسكتا فيه 3 أوردر ويز وينج: موسكيتو، ناموس، الهاموس، الدبان. طيب في اوردر سويفنوبترا البراغيث، لا دي من غير اجنحه، اوردر انوبلورا ده القمل من غير اجنحه، اوردر هيموبترا البق، لانك اول كلاس اللي هي الانسكتا في 6 اوردر، ودي اكبر بيني وبينك فرع من فروع الانسكتا. موسكيتو، ناموس، أوردر دايبترا، سودو موسكيتو أو أليد موسكيتو برضو ليها أجنحة، كلمة دايبترا يعني ليها أجنحة، أو الدبان ليه أجنحة، سفايفونوبترا زي البراغيث ملوش أجنحة، أنوبلورا زي الأبل، هيموبترا زي البق. طب كلاس أراكنيدا اللي هي المجموعة رقم 2 فيها حاجتين: الأوراتيك والسوس، المايت دول في كذا نوع من انواع المايت، العقرب اللي احنا مش هناخد منه حاجة او يعني مش هندرسه، وكذلك العنكبوت اللي احنا قلنا انه بلاك ويدو. اما الكلاس كريستيشيا اللي هي القشريات، حشرة الناخلة سايكلوبس، كمان الكابوريا كريب بتنقل امراض، الجمبري لا ما بينقلش حاجة، احنا حتى ما بناكلوش اساسا. يبقى دي كده الكلاس أراكنيدا.
الحمد لله، ده الفيديو رقم 7 وده يعتبر الفيديو قبل الأخير، يبقى فاضل فيديو واحد إن شاء الله ويخلص بالمديول بتاع الإنفكشن. ليه رجاء؟ يا ريت الكومنت تستفيد ولا ما تستفيدش، عايز العمل إمتى وهكذا. ربنا معاكم وبالتوفيق، ربنا معاكم وبالتوفيق.